هذا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. هذا نصها: صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن اليوم مع بدء مرحلة جديدة في مسيرة عملنا الوطني متطلعين فيها لغد أفضل نسعى لتحقيقه لبلادنا وشعبنا العزيز، لنستذكر بكل التقدير والاعتزاز جهود سموكم في قيادة الحكومة وإنجاز مكتسبات ومنجزات كبيرة وترسيخ دعائم التنمية القائمة على قيم العدالة والاستدامة والتنافسية. فرغم الظروف والتحديات الكثيرة خلال السنوات الأربع الماضية، تمكنت بلادنا بفضل من الله ثم بحكمة سموكم وإدارتكم الصائبة من تجاوز التحديات وإنجاز العديد من المشروعات والبرامج التنموية وتحقيق نتائج هامة ومستويات متقدمة في ترجمة الأهداف والخطط الطموحة التي اشتمل عليها برنامج عمل الحكومة 2015-2018. وأنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نعهد إلى سموكم بتشكيل الوزارة الجديدة انطلاقا من ثقتنا بقدرة سموكم على مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة وإمضاء خطط الحكومة وبرامجها وسياساتها بما يضمن الاستثمار الأمثل لموارد الدولة في خدمة أهداف التنمية الشاملة. إن شعب البحرين العزيز بروحه الواثبة وحسه الوطني وبإقباله الرائع والواعي على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي لعام 2018 قد أثبت إيمانه بالديمقراطية وتمسكه وعزمه على مواصلة مسيرة التنمية والبناء بإصرار ومثابرة والاستعداد للمشاركة بثقة في إنجاز متطلبات المرحلة المقبلة والإسهام في مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها بلادنا. ونؤكد ثقتنا الكبيرة في قدرة سموكم على النهوض بالمسؤوليات الوطنية كما عهدناكم دائما في وضع الأولويات والخطط التي تكفل تحقيق تطلعات شعبنا وأماله خلال الفترة المقبلة بإذن الله تعالى. وفي مقدمتها مواصلة تعزيز أركان المسيرة الديمقراطية ودعم استتباب الأمن والاستقرار وتكريس التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما يخدم أهداف التنمية التي تتضمنها رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وضمان البناء على ما تحقق من مكتسبات والوصول إلى توازن مالي واستقرار اقتصادي واتخاذ ما يلزم من إجراءات يتطلبها تحقيق ذلك التوازن المالي ومواصلة جهود التنمية المستدامة وتطوير الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية بما يلبي تطلعاتنا ورؤيتنا في تحقيق المزيد من التقدم والرقي لبلادنا العزيزة ولشعب البحرين الكريم. ولقد أصدرنا أمرنا بتكليف في سموكم بإجراء مشاوراتكم لتشكيل الوزارة وعرض ذلك علينا لإصدار المرسوم الخاص بذلك معربين عن كامل الثقة في سموكم، فأنتم خير السند والمعين لنا في تحقيق ما نصب إليه في مواصلة مسيرة الخير والنماء لوطننا وشعبنا الكريم. والله أسأل أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه مرضاته وخير بلدنا وشعبنا الكريم. ودمتم بحفظ الله سالمين. حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين. هذا وقد تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. هذا نصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني يا صاحب الجلالة أن أعرب لكم عن خالص شكري وعميق تقديري على ثقتكم الغالية بتكليفي بتشكيل الوزارة في هذه المرحلة الهامة من مسيرة العمل الوطني، وإنني إذ أعتز بهذه الثقة لنؤكد لجلالتكم بأننا سنواصل العمل على تنفيذ رؤيتكم وتطلعاتكم من أجل استمرار بناء نهضة وتقدم وازدهار مملكة البحرين وتوفير أفضل مستويات العيش الكريم للمواطنين. يشرفني يا صاحب الجلالة قبول تكليفكم السامي والاستمرار في حمل هذه الأمانة بكل عزم لخدمة مملكة البحرين وشعبها الوفي وإخلاصا وولاء لجلالتكم. وإننا تدارسنا كتاب التكليف الصادر من جلالتكم إلينا وما تضمنه من توجيهات سديدة في إطار استكمال مسيرة التنمية والبناء والعمل على الوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة، لنجدد العهد لجلالتكم بمواصلة دعم وتعزيز التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية وأن تلتزم الحكومة بتنفيذ توجيهاتكم وبرنامج عمل يلبي ويحقق ما كلفتمونا به جلالتكم من أهداف وأولويات وما تصبون إليه من خير الأبناء شعبكم.
واسترشادا بتوجيهات جلالتكم فإننا سوف نبدأ مشاوراتنا لاختيار الأسماء المرشحة للوزارة تمهيدا لعرضها على جلالتكم للنظر فيما ترونه مناسبا. والله يحفظكم ويسدد على طريق الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء.